ناس كتير بتسألني الزواج عن طريق المواقع الإلكترونية ناجح؟ الزواج من خلال مكاتب الزواج ناجح؟ في منه كتير ناجح، في إحصائيات اتعملت برا مصر في إنجلترا 40% من الزواج من خلال الانترنت ناجح. زمان كنا بنقول الحب بيجي من أول نظرة، دلوقتي الحب بيجي من أول رسالة. انتي بتقدري تعرفي وبتحكمي مشاعرك من خلال الانترنت، بس بنقول في الأول ان ده وهم لحد ما نتأكد من حقيقة اللي انتي فيه. انتي ممكن تقعدي على الانترنت بالساعات بتتكلمي مع شخص انتي ما تعرفهوش ولا هي تعرفك، بس المقابلة هي اللي بتحدد. ممكن اكون مبسوطة جدا معاه في الكلام وهو ما شافنيش ولا انا شفته، بس مجرد ما بيحصل اول لقاء بعد نقول 20 ساعة او 30 ساعة احنا بنتكلم في الزواج او اصدقاء اي حاجة عن طريق الانترنت، لازم نتأكد من مشاعرنا. هتقوليني نتأكد من مشاعرنا ازاي يا امل؟ هنتأكد من مشاعرنا ان احنا بنشوف الشخص نفسه، ونخلي بالنا من حاجة مهمة، ان احنا واحنا رايحين بنشوف الشخص ده ما بنكونش لوحدنا، عشان احنا لسه ما بنعرفش الشخص ده هل حقيقة ولا وهم، خيال ولا واقع، ابن ناس ولا من عيلة على قدها. فاحنا ده اللي هنعرفه من اول لقاء احنا بنشوفه او بنشوفها. نبقى قايلين لحد احنا رايحين مع مين ورايحين فين. حصل اللي احنا بنقول عليه الكيمياء، جميل حلو قوي انك انتي تقعدوا وتتكلموا ويبقى فيه اهل واقارب وبنقدر نتعرف عن بعض. زمان كنا بنتجوز عن طريق الصالون، دلوقتي عن طريق الانترنت. احنا لازم بنساير العصر اللي احنا عايشين فيه. تعرفي ازاي ان هو هيبقى ناجح؟ من المصداقية والكلام اللي هو او هي اتكلمت معاكي فيه في الاول. تقعدوا مع بعض، تتكلموا مع بعض، بتوصلوا لاقرب الطرق. مكاتب الجواز هي مش شرط برضو انها تكون فاشلة او ناجحة. برا مصر ما بيتكلموش عن مكاتب الزواج، مكاتب الزواج بتخص مصر، اما برا مصر بيتكلموا عبر الانترنت. في مكاتب زواج بتكون تابعة للرقابة وتابعة وزارات، اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية، دي المكاتب اللي بتبقى صادقة. فخلي بالك، مش معنى ان انا سني كبر ان انا اجري ورا مكاتب الزواج. خلي بالك ان المكاتب دي بعض ساعات بتكون وهم. خلي بالك من الشخصيات اللي انتي بتتعاملي معاها. اقعدي واتكلمي. امل صبحي.